بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أول شيء حاب أشكر الرابطة على تقديم الفرصة الله يبارك في عملكم وجهودكم يا رب اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن الماستر في الطب وخصوصا عن الماستر في إيرلندا الموضوع راح يكون عن فوائد الماستر بشكل عام والأشياء اللي تحتاجها عشان تنقبل وراح نسولف عن بعض البرامج في RCSI و TCD وجامعة جولوي وراح نسولف بشكل مفصل عن Master of Surgical Science and Practice لأن هو البرنامج اللي أنا داخل فيه حالياً فممكن نسولف فيه بتفصيل أكثر أول شيء فوائد الماستر بيعطي CV حقك قوة أكثر يعني it looks very good على CV حقك خصوصا حق الطلبة اللي مو مسوين أبحاث في خلال سنوات الطب ولا مسوين إلكتيفز خارج الجامعة الماستر يعطيك بوست قوي خصوصا بعض البروجرامز أفضل من غيرها ويعطيك وقت إنك تخلص البورد إكزامز غالبا يكون عندك وقت فراغ طويل بالماستر وبعض الطلبة يأخذون جابيرز عشان البورد إكزامز وهالشيء يبين عندهم يبين عند البورد لما تقدم وهذا شيء سلبي طبعاً إذا خذت جابير فلو تأخذ ماستر وتسوي البورد إكزام يكون أحسن لك بالنسبة لي أهم نقطة هي النقطة الثالثة إنك أنت تكون عندك فرصة تكمل عليه PhD تكمل على الشهادة PhD وتحول حق الأكاديميك تيتشنج وإذا كنت طبعاً تبي تكمل وتصير أكاديميك زائد كلينيكال هذا شيء راجع لك وشيء بعد ثاني مهم أنك خلال سنة الماستر تقدر تبني علاقات مع الدكاترة وهذا الشيء حيل مهم في الطب الأشياء اللي تحتاجها عشان تنقبل طبعاً الجامعة لها طلبات والدولة لها طلبات ملحق وغيره بالنسبة للجامعات جامعة RCSI و TCD يحتاجون منك بس باس ما يبون منك شيء ثاني بس باس انك تخلص الفاينل ميد وفي مقابلة بسيطة انترفيو ما فيها اي تعقيد اسئلة حيل عامة يعني ليش اخترت البرنامج الفلاني وليش الجامعة الفلانية ومن الامور هذه بس جامعة جولوي تبي منك سكند كلاس اونر اللي هو 60 فوق طبعا فيها بعد مقابلة والمقابلة بسيطة بعد بالنسبة للكويت في شرطين حق البعثة وفي شرط حق الاعتراف في البرنامج حقك شرطين البعثة أول شرط أنك تخلص الطب تخلص الباتشلر من غير ما تعيد ولا سنة إذا كان عندك ريبيت عادي بس ما تعيد السنة والشرط الثاني أنك تجيب 2.1 اللي هو Second Class Honors Grade 1 اللي هو 65 وفوق الصورة هذه من لائحة البعثات بالوزارة مكتوب أن المعدل 3.25 هذا يعادل 60% لكن في قرار وزاري نزل قبل 4 سنوات تقريبا صارت من 60 إلى 65 فهذا شيء حيل مهم لازم تنتبهون له شرط الاعتراف بالماستر أن هذا طبعا بالنسبة للكويت شرط الاعتراف بالماستر أن الماستر ما يكون كله research based لازم يكون modules taught modules وإذا كان في modules زائد research لازم الresearch ما يتعدى 30% هذا بالنسبة للكويت طبعا بالنسبة للدول الثانية السعودية وغيرها ما يفرق معاهم إذا كان research أو لا الماستر بروجرامز بجامعة الرويال في أكثر من برنامج بس الأربع برامج هذه هي الوحيدة اللي تقدر تدشها على طول بعد ما تتخرج البروجرامز الثانية تحتاج منك إنك تكون خلص الانتر البروجرام الأول اللي هو Surgical Science and Practice هذا اللي راح نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله هذا بس فول تايم سنة واحدة واللي وحاط السعر هني عشان اللي ما يحصل البعثة ويبي يكمل البرنامج يعني راح يكون هم السعر أكيد
الثلاث برامج هذه هي اللي يعني كلها عن الجانب الغير طبي من الطب، الجانب الإداري اللي هي وهذه كلها بارت تايم، تكون سنتين ويبون منك 3 أيام بالشهر، سواء كانت أونلاين أو حضور على حسب. فعندنا الـ Healthcare Management Leadership in Healthcare والـ Quality and Safety in Healthcare، والبرامج هذه كلها 7,000 يورو. Surgical Science and Practice، البرنامج هذا مخصصينه عشان مصممينه عشان يخليك تعدي الاختبار MRCS. اختبار MRCS هذا يعني هو اختبار خاص بالسيرجري، اللي يعني كأنه اليوس أملي بس حق السيرجري، في بارت 1 وبارت 2. فبعد ما تخلص البروغرام هذا أنت تكون مؤهل أنك تخلص بارت 1 وبارت 2 من MRCS. برنامج يتكون مثل ما قلنا من 5 موديولز زائد ريسيرش، راح نتكلم إن شاء الله عن كل موديول بالتفصيل الحين. الموديول الأول اللي هو Core Knowledge and Clinical Judgment، تأخذ فيه الفيسيولوجي والباثولوجي والأناتومي، ما في أي شيء جديد، كله خذناه في سنوات الطب بالرويال، جامعة الرويال اللي كان هو بالجي سي في First Med و Second Med. وفيه Case-Based Discussions. Case-Based Discussions أنا شخصيا صراحة كنت ضد الفكرة هذه قبل في سنوات الأندرغراد، بس الدكتورين المسؤولين عن الكيس بيرت ديسكشنز هنا يعني قاعد ياخذون الكيسات من تلقائيه حيل وعارفين ايش يسوون، فغيروا رايي صراحه. الاختبارات بالموديول هذا عندك 5 اساينمنتس كيس بيرت ديسكشن، يكون اونلاين، يحط لك كيس وفي اسئله عليه، فتجاوب الاسئله وتسوي له ابلود اونلاين. وفي بعد اوسكي ستيشن، الأوسكي هذا مشابه لل 20 أوسكي ستيشن اللي في 5th Med في جامعة الرويال. الموديول الثاني اللي هو الكلينيكال سكيلز، يعني من الاسم الموديول كله كلينيكال، هيستوري واكزام والمانجمنت والانفستيجيشن، بس بالموديول هذا التركيز أكثر على المانجمنت مو على الهيستوري والاكزام، يعني شلون تتعامل مع مريض بعد الهيستوري بعد الاكزام، والليفل اللي المطلوب منك يكون انترن او فوق شوي. وطبعا فيه سيميليتد وورد راوندز، غالبا اكترز بس احيانا يجيبون لك ريل بيشنتس في الجامعه، ومثل ما قلنا يكون التركيز كله على المانجمنت. وفي طبعا بعد سيميليتد الاوت بيشنت كلينكس واي سي يو. والاختبارات بالموديل هذا 3 اوسكيز، لون كيس اكزام، هيستوري واكزام Investigation Management، وفي 2 essays، واحد 500 words والثاني 1500 words. موديول 3 بالنسبة لي أهم موديول موجود بالبروغرام، هو يعلمك على Surgical Skills. في إيرلندا إذا كنت تبي تدش تدخل السيرجري هنا في إيرلندا، أول سنتين من البروغرام في إيرلندا يسمون Core Surgical Training، تكون سنتين. البرنامج هذا قاعد يعطيك السنتين هذه خلال سنة واحدة بالموديول هذا. طبعاً surgical skills حيل كثير، فيها أشياء بسيطة مثل suturing، وفيه laparoscopic skills، في عمليات الابندكس والgallbladder، في الemergencies chest drains وغيره، في biopsies temporal artery biopsy والmuscle biopsy، skin lesion removals، scopes colonoscopy أو OGD. والأسسمنتس بالموديل هذا تكون 4 اختبارات على السنة، كلها تكون براكتيكال، في كل اختبار يكون ساعة ويقول لك سوي لي مثلا السكيل الفلاني تسوي. الموديل الرابع نون تكنيكال سكيلز، هذا الجانب المهني من الطب، يعني شلون تتعامل مع المريض مو شلون تعالج المريض، أو شلون تتعامل مع التيم، وشلون تتعامل مع التيم، وشلون تتعامل مع الهوسبيتال ستاف. يعني بشكل عام الموديل يهتم بالكوميونيكيشن سكيلز، وعلى سبيل المثال انه يعني how to show your empathy to your patients. والاسسمنتس بالموديل عندك written essay 2000 words، وفي 2 OSCEs. الأوسكيز تكون نفسها هي الأوسكي حق الموديل 2 الكلينيكال سكيلز، يعني بالاختبار
يكون في تو اكزامينرز، واحد حق موديول 2 كلينيكال سكيلز اللي يشوف الهيستوري والاكزامينيشن والمانجمنت، والاكزامينر الثاني يكون حق الموديول 4 يشوف الامباثي والكوميونيكيشن سكيلز. الموديول الخامس اللي هو الجانب بعد الغير الطبي وغير او غير المعلوماتي من الطب، فيهتم بالهيلث كير ايكونومكس ويعلمونك شلون تسوي ريسيرش من الصفر، ومهتم طبعا بالاشياء مثل الاثيكال براكتس والاشياء الجديده بالطب الخاصه بالجراحه. طبعا الاختبارات بالموديول هذا عندك 2 اورال برزنتيشنز و 5 ريتن اساينمنتس. موديول جدا بسيط. الشيء الاخير بالبروجرام عندك ريسيرش ريبورتس. الريسيرش يتكون من 3000 words. انت تكون الفيرست اوثر وتكون supervised by professors طبعا، ويكون البروفيسور بس مسؤول عنك انت، ما عنده اي طالب غيرك، وعندك فرصه انك انت اللي تختار الموضوع وانت تختار كل شيء بالريسيرش، وتقدر تسوي له ببلش بعد اذا كنت حاب. بالنسبه لجامعه التي سي دي، ما شفت اي بروجرام الطالب يقدر يدخل على طول بعد الطب الا بروجرام النيوروساينس. البروجرام هذا فول تايم وقيمته 24,000، واللي مهتم بالبروجرام لازم يسجل قبل 30/6. جامعة جولوي فيها برامج كثير، اخترت البرنامجين لأن بالنسبة لي أشوف أن أهم برنامجين عندهم. في البرنامج الـ Advanced Healthcare Practice، البرنامج هذا موجود بالرويال، لكن عند الرويال شرط أنك لازم تكون مشتغل في الـ Irish Health Service. في جامعة جولوي ما عندهم الشرط هذا، وتقدر تقدم على طول بعد التخرج. البرنامج صراحة جدا ممتاز، أنا شفت الـ overview حقه، ولو كنت ما أبي شو اسمه الجراحة وأبي المدسين كنت راح أدخل البرنامج الأول. البرنامج الثاني الماستر إن سيرجري مشابه بشكل كبير للماستر اللي تكلمنا عنه. وطبعا لا ننسى أن جامعة جولوي تبي سكند كلاس أونر عشان الطالب يخدم. طبعا مو شرط تاخذ الماستر داخل ايرلندا، تقدر تاخذ ماستر في اي مكان بالعالم. انا حاط يو كي يعني على سبيل المثال بس. عندنا في يو كي برامج كثير، مثل الاول عندنا Advanced Clinical Practice في كارديف، في Neuroscience في كينجز كوليدج، في بعد Cardiovascular في كينجز كوليدج، وفي Healthcare and Design في امبيريال كوليدج. طبعا امبيريال كوليدج من التوب 10 او توب 20 على العالم. بالنهاية اللي وصلنا للأسئلة، فاللي حاب عنده أي سؤال سواء عن الماستر أو عن الدراسة بشكل عام، أنا حاضر بالخدمة. يعطيك العافية فارس. الله يعافيك. في سؤال يقول لك شنو الشغلات اللي ممكن تنفر الطالب من الماجستير؟ الماجستير بشكل عام ولا البروجرام الMSSB؟ أتوقع الماجستير بشكل عام. الشغلات اللي تنفر والله يعني الأشياء العامة ممكن تكون البروجرام نفسه إذا كان ثقيل. يعني على سبيل المثال البروجرام اللي أنا فيه حاليا من الشغلات اللي ممكن تنفر اللي هو كمية الدوام. الدوام عندك غالباً يكون من 8 إلى 5، فكمية الدوام طويلة. أشياء ثانية ما بصراحة ما في شيء ببالي حالياً. إذا كنت أنت يعني تبي البروغرام، فما أظن فيها شيء ممكن أفرك عنه يعني. في سؤال ثاني يقول لك هل في وقت كافي حق تسوي الستيب 1 والستيب 2؟ في وقت أكثر من كافي تسوي كل شيء تبي. لأن أنت طول السنة ما عندك شيء. يعني الماستر غالباً الاختبارات تكون خلال السنة، ما في فاينل، والاختبارات تكون كلها خفيفة وكلها تعتمد على الدوام. يعني ما في دراسة للاختبارات.
فبعد الدوام انت ما عندك شيء، اذا كنت بتحضر سواء حق ستيب 1 او 2 او حق الاختبار الكندي في وقت اكثر من كافي. تمام. في سؤال ثالث يقول لك do you recommend doing the master before or after the intern year؟ صراحة before، لأن إذا سويت الانترن يير حيل صعب إنك تكمل ماستر، وخصوصا إذا كنت بتروح بعثة على التعليم العالي بعد ما دش الانترن ما يعطونك بعثة التعليم العالي، راح تكون البعثة على وزارة الصحة وشروطهم حيل أصعب من التعليم العالي. عندك علم بالشروط؟ عندي شنو؟ عندك علم بشروط وزارة الصحة؟ لا والله ما عندي علم صراحة بالتفاصيل، لكن في أعرف صاحبي كان يقدم بعد الانتير وطالبين منه يعني حسب كلامه أن شروطهم حيل كثير ولازم يقدم استقالة إذا كان يروح بعثة، ولازم متوقع عنده سنتين دوام. في أسئلة بعد؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. في أسئلة بعد؟ كتبوا يا جماعة بالشات. تقدر تسوي الماجستير بالكويت؟ في بالكويت، في ماجستير بالكويت، ما أدري صراحة عن البرامج، بس في بالكويت ماجستير. بس بالكويت ترى يعني يكون ما تكون طالب بعثة على حسابك؟ لا ما تكون على حسابك، بس إنه يعني تكون لك تمشي لك إعانة الطالب اللي هي 200 دينار. أتوقع ماكو في أسئلة بعد. يعطيك العافية فارس. الله يعافيك. صراحة مارك كان خوش حديث واستفدنا منه والله. يعطيك العافية. الله يجزاك خير. يعطيكم العافية جماعة.